قال لك ايه؟ اقرأ القرآن واقرأ السنة وطبق عليهم الضوابط، يعرف من الصادق من الكاذب ولا من الصحيح. لذلك في الحديث الصحيح إيه؟ لما قيل للبراء ابن عازب هنيئا لك، ليه هنيئا لي؟ انت صحابي وصليت مع النبي وكذا ومش هيك بس، وانت من اهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، صح؟ قال له انت رضواني من 1500 واحد من الرضوانيين، عارف ايش قال له؟ والحديث صحيح البخاري سوف ياتي، انك لا تدري ماذا احدثنا بعده. في صحيح البخاري. انا ايه الان؟ مطمئن جدا. لماذا؟ منهجيتي قرآنية نبوية، انا اخذ علمي وفهمي مش من كتب فقط، القرآن والسنة الواضحة. هذا صحابي قال لا 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 تشهد لي، احنا غيرنا وبدلنا في اشياء معينة ولا يدرى ايش الحال. شو تقول لي رضواني؟ حتى رضواني الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما. الله أكبر، فعلا الله أكبر على الحقيقة، ما أجملها حين تأتي مجلجلة متبلجة واضحة مجلاة واضحة. الله قال نعم أنا رضيت على أهل بيعة الرضوان، بس بشرط ماذا؟ ألا ينكثوا البيعة. عليك أن تستمر وفياً بمقتضى البيعة، إذا غيرت وبدلت بعدين راحت عليك. واضح يا أخواني أخواتي؟ اقرأوا كتاب الله، لا تكونوا من الذين اتخذوا القرآن عضين، لا تمزقوا القرآن. الله قال لقد رضي الله، وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، حاشانا أن نكذب على الله. أخواني وأنا في طريقي إلى هذا المسجد الذي أسأل الله أن يباركه وأن يبارك من حل فيه واختلف إليه، وأن يبارك جميع مساجد المسلمين، قلت لإخواني قضية الحق أخطر مما يحسب ويظن معظم حتى العلماء. يا جماعة يا إخواني يا أخواتي يا أحبابي في الله، يا فضليات يا ماجدات، حين يظهر الحق لك بالدليل الواضح الأبلج على الأقل في بمقتضى فهمك أنه هذا هو الحق، إياك إياك أن تتردد أو تترددي لحظة واحدة في القول اللهم نعم، أنعم بهذا الحق، هذا هو الحق أنا صائر إليه الساعة. إن لم تفعل تعرف ماذا يحدث؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله يتوعد سبحانه وتعالى كل من ظهر له الحق أول مرة لكنه طوى عنه كشحا وضرب عنه ليتا وأدار له ظهره لمصلحة لحسابات لمسائل شخصية، الله يقول له أنت ضعت أنا خذلتك، بعد ذلك ستبقى متهوكا متحيرا لن تعرف وجها للحق. مش لعب يا جماعة، القضية مش لعب. حين تتكلم في مسلم أنت أو في مسألة مسائل العلم، تعرف هذا الكلام في النهاية ما هو؟ يعني نوع من أداء الشهادة، وبعضهم يقول شهادة لله كما أفعل هذا، أنا أقول شهادة لله، أشهد الله على ما أعتقده، إن كنت صادقا فنعم ما أتيت، وإن كنت كاذبا أنا متأكد أن رب العزة يقول لي يا زنديق يا أخبث العباد تشهدني يا زنديق يا منحل العقدة على ما تعلم أنك كاذب فيه. الإمام النووي في شرحه على مسلم ذكر أن من أتى مثل هذا الجرم والعياذ بالله عرض نفسه لنار جهنم. إياك إياك أن تقول أشهد الله وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، كيف تأخذ؟ كأنك تقول لهم الله تبارك وتعالى يشهد على ما أشهد عليه وأنت تعلم أنك تكذب. بس الأخطر مما يظن الناس والله العظيم يا أخواني، لذلك أنا أقول لكم وهذا سر ما أقع فيه أنا إيه من جسارة وجراءة، لا أستطيع أن أقول غير ما أعتقد. تغضب يا سني، ترضى يا شيعي، تغضب يا شيعي، تسعد يا سني، والله العظيم لا يعنيني. تسميني إبليساً، تسميني قديساً، بالله العظيم لا يعنيني. يعني أن أقول ما عندي كما أقتنع، قد أكون مبطلاً في فهمي، قد أكون مخطئاً، لكن أنا متأكد أنا مأجور إن شاء الله تعالى. نظرت واستفرغت إيه الوسع في النظر،
هذا قصاراي، ممكن عقلي صغير، فهمي محدود، سأوجر. دائما أقول أنا دعائي: اللهم اجعل حسابك لي على مقصودي لا على محصولي، كما قال الفخر الرازي: مقصودي، نيتي يا رب، أنت تعلم نيتي. أصبت، أخطأت شيء آخر، لكن أنت يا أخي المسلم لو كان مقصودك التشفي والبعث والغيرة والحسد والحقد، أو كنت مدفوعا، أو كان لك أجندة ومقترحات وتكلمت فأصبت، أصبت مناط الحق، أنا أقول لك تعرضت لغضب الله ولعنته، لأن النية ليست لله، النية كاذبة. صحيح؟ النية هي بحد ذاتها معصية، أنك ستقول ما يقترح عليك. كيف يقترح؟ كيف يقترح؟ يعني لا يهمك أن يكون إيه ما يقترح عليك إيه حقا أو باطلا، يهمك أن تلبي المقترحات وتأخذ إيه الدريهمات، أو حتى إيه الجزاء المعنوي يسمح لك بالضوء. إياك، لا تلعب. لذلك نصيحتي لكم: لا تلعبوا بدينكم، والله العظيم يا أخوان، العب بأي شيء آخر، بالدين لا تلعبوا. ليس مغامرا بدينه كآمني، ليس مغامرا بدينه كآمني. أعود إلى أخي الشيخ نواف السالم بارك الله فيه، جعل هذه الخصومة العلمية، تعرفون إيه؟ حلقة، مش حلقة، اسمها حلقة والجمع حلقات، جعلها إيه؟ حلقة من حلقات مسلسل الصراع الأزلي القديم كما يقال بين الخير والشر. يعني إيه؟ قبيل هابيل؟ لا لا لا، مش قبيل هابيل، لا لا لا، بين إبليس لعن الله عليه وذريته، وبين آدم وصالح شيعته. عجيب يا شيخ نواف، يعني اختلافي معك أنا قضية معاوية غير معاوية يجعلوني في معسكر إبليس؟ أنا من جند إبليس يعني؟ وكل من قال بقوله نحن من جند إبليس؟ أقول لك حذاري حذاري، نصيحة من أخ مشفق إن شاء الله ومحب لك، أن تتورط في مثل هذه المقدمات وفي مثل هذه التوطئات والتمهيدات مرة أخرى، لأنها نزعة خارجية ملعونة. الخوارج هكذا، الخوارج أيها الإخوة هكذا، يأتون إلى آيات ونصوص نزلت أيها الإخوة أو وردت في مشركين، في كفار، فيجعلونها على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. لا تفعل هذا، رجاء رجاء، حذاري حذاري، لأجل مصلحتك الأخروية، لأجل عمار آخرتك، لا تفعل هذا مرة أخرى. تريد أن تثير الناس وأن القضية قضية صراع إبليس مع رب العالمين وعباده إيه؟ الذين أحسنوا عبادته وموالته. لا أبدا، هذه مسألة علمية بين مسلمين، وطبعا واضح أنه مش عدنان إبراهيم أول من تكلم فيها، تكلم فيها رواة الصحاح. أنا إيه اليوم لم ألعن معاوية، هم يلعنونه. يعني مشكلتك مش مع عدنان، مع رواة الصحاح، مع شيوخ البخاري، ماذا تفعل؟ انتبه، برضه هذول أتباع إبليس من مدرسة إبليس، لا يجوز هذه الطريقة. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين أيها الإخوة باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحج عليهم، إيش يقول؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنهم منهم الخوارج شرار خلق الله، وقال ابن عمر: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فحذار يا شيخ نواف أن تعود إلى مثلها أبدا، لا تصور خصمك من المسلمين الموحدين على أنه إيه من معسكر إبليس. هذه طريقة الخوارج، ليست طريقة أهل السنة والجماعة. الإمام العيني قال في عمدة القاري شرح البخاري طبعا عصي بن حجر، قال: وصل أبو جعفر بري في تهذيب الآثار، فروي إيه موصولاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تكونوا كالخوارج، تأولوا آيات القرآن في أهل القبلة، وإنما أنزلت أي آيات القرآن في أهل الكتاب والمشركين، فجهلوا علمها فسفكوا بها الدم وانتهبوا بها الأموال فضلوا ضلالاً مبينا. لا تفعلوا هذا، لا ينبغي لمسلم أيها الإخوة، لا من أهل السنة ولا من غير السنة، أن يفعل هذا وأن يدخل هذا المدخل الصعب اللحج الحرج. وعندي أقول لإخواني المشايخ ولمن بلغ، أقول لهم عندي أن هذا الصراع بالعكس في حقيقته ولبه
هو من جوهر، بل هو امتداد للصراع بين قابيل وهابيل، صراع البغي. بغي إيه؟ الأخ على أخيه، بغي الأخ على أخيه، وظلم الأخ لأخيه. أكثر ما فرق الأمم الملية كاليهود والنصارى والمسلمين اليوم بغي العلماء، كما قال تعالى: إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، من أجل الدنيا، من أجل الدراهم، من أجل الوظائف، من أجل الطوائف والتحزب والعصبيات. يبغي عالم على عالم، يبغي طالب علم على طالب علم. هذا مش من صراع إيه؟ من قبيل صراع إبليس وآدم؟ لا، من قبيل صراع إيه؟ قابيل وهابيل، صراع البغي والظلم، صراع الحسد أحيانا يكون والعياذ بالله، أو الجهل